أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما الفرق بين الإسراف والتبذير حفظكم الله، وما هو علاج التبذير؟ متضادان الإسراف والتبذير. اي نعم. نعم، الإسراف والتبذير. نعم، معناهما واحد. الإسراف نعم هو التبذير، ولكن الإسراف يكون في النفقة وبالأكل والشرب. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والتبذير يكون أيضا بإنفاق الأموال في غير طائل وغير فائدة، هذا تبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان لربه كفورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يسخط لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم.